النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع اسمه Preparing Data for Power BI. عمليه البريبريشن اللي بتتم للديتا داخل الابلكيشن هي طبعا من اهم العمليات اللي بتتم، وهي اول عمليه بتتم في عمليه اخراج اي مخرج من مخرجات الباور بي اي او بي اي عموما. طيب احنا هنتكلم النهارده عن اول خطوه وهي البريبيرنج الديتا. هنتكلم في مجموعه خطوات. اول خطوه هنتكلم عن حاجه اسمها اول خطوه لها الامبورت الديتا. ازاي نبدا نعمل امبورتنج للديتا سورس؟ عندنا مثلا مجموعه من الداتا سورسز، زي مثلا انا بعت لحضراتكم على الجروب الفايل اكسل ده، او فايل سي اس في، او داتا سورس سيكوال سيرفر، او ايا كان السورس اللي احنا عايزين ناخد منه الداتا. اول مرحله بنقوم بيها في عمليه البريبيرنج للديتا اللي هنعمل عمليه امبورت للديتا. تاني خطوه بنعملها هي عمليه ترانسفورميشن للديتا، نبدا ان احنا ناخد دي ونعمل عليها عمليه تعديلات وتغييرات بحيث ان احنا نهيئها لعمليه الاناليسيس. ودي برضو من اهم الادوار اللي احنا بنقوم بيها او الخطوات اللي بنقوم بيها، ودي يعتبر فيها هي الكور وقلب الموضوع، والخطوه اللي من غيرها ما نقدرش ان احنا فعلا نطلع باستفاده من الديت او نقدم مخرجات يعتبر يمكن يعتمد عليها. ثالث خطوه هي حاجه اسمها الكلينزنج الديتا او داتا كلينزنج. الديتا دايما بتيجي بكواليتي ضعيفه، بتيجي بميسنج ديتا، بتيجي بداتا تايبس مش مظبوطه، بتيجي بمجموعه من الاخطاء، بتايبس كتير، فده كله في الاخر بيأثر على المخرج والمنتج النهائي اللي بقدر اعتمد عليه زي ما قلت لكم في اخراج المخرج بتاعي او الداشبورد او الفيجوال او الكي بي اي او ايا كان شكل المخرج بتاعي. الكلينزنج يعتبر من اهم داتا كلينزنج، هي برضه مرحله من المراحل الرئيسيه عشان نبدا نحط بايب لاين للديتا او تراك للديتا تمشي فيه بشكل منتظم، نعالج بيها الكواليتي ايشوز المتعلقه بالديتا. طيب دي اول مرحله. ثاني مرحله ده ان شاء الله هنتكلم فيها في المحاضره بتاعتنا النهارده، ثاني مرحله هنتكلم فيها ان شاء الله بكره حاجه اسمها ديزايننج مودلز. بعد ما بنعمل بريبيرنج للديتا، الداتا جاهزه بالنسبه لي، الداتا عملنا امبورتنج، عملنا ترانسفورميشن، عملنا داتا كلينزنج، وبقت الداتا بالنسبه لي جاهزه ان انا ابدا ابرفورم عليها واعمل عليها شويه اناليسيز. قبل ما اعمل اناليسيز بضطر اعمل خطوه اسمها خطوه ديزايننج المودلز بتاعتي. بتمر مجموعه مراحل برضو. اول مرحله هي الريليشن شيبس، احنا بننشئ حاجه اسمها مجموعه من العلاقات ما بين الداتا وبعضها. وليكن وانا بعمل امبورتنج للداتا، عملت امبورت الداتا مثلا وليكن بعنوان الامبلويز او الموظفين اللي في الشركه، وجمعت وجبت تيبل تاني فيه هو وليكن مرتبات الموظفين، وهنا عندي اتنين تيبلز، تيبل فيه معلومات المرتبات وتيبل فيه معلومات الموظفين، فابدا اقدر اعمل ريليشن شيب ما بين الاثنين تيبلز دي عن طريق المودلز اللي جوه الباور بي اي. بخلق ريليشن شيبس بين مجموعه من الداتا، مجموعه من التيبلز لهم علاقه ببعض بشكل او باخر، عشان اكونترول البيهيفير بتاع الداتا داخل الريبورت بتاعي. ده اول خطوه في الحاجه اسمها ديزايننج مودلز. ثاني خطوه هي حاجه اسمها البروبابيلتيز، هو تغيير شويه بروبابيلتيز داخل الموديل. هنتكلم برضه في تفصيل وقتها عشان الشرح فيها طور كبير. ثالث نقطه حاجه اسمها الكالكوليشنز. بعد ما بشكل داتا موديل واخلق الريليشن شيبس واحط البروبابيلتيز لكل تيبل او لكل كولم، ببدا اعمل حاجه اسمها كالكوليشنز، وهي بين قوسين المقصود بها هي الميجرز او اللي انا ببدا انفذ عباره كالكوليشنز او كاستم كالكوليشنز، بحيث ابدا اعمل مانيبيوليشن للداتا بشكل او باخر، بحيث اعمل ادفانسد اناليتكس او غيره من الاهداف اللي ممكن تتغير مع الزمن والطلبات اللي مش بتنتهي من البيزنس يوزر او من التوب مانجمنت، عشان تقدر ان انت تكوب ويز الطلبات دي، تكوب ويز البيزنس نيدز. ثالث مرحله من مراحل الكورس هنتكلم عن حاجه او الموديول ده يعني ده عن حاجه اسمها كرييتنج ريبورتس. ازاي تكريت ريبورت؟ الكرييتنج ريبورتس برضو بيمر بمجموعه من المراحل المرتبه والمنظمه والواضحه. اول ستيج او ستيب بنعمل حاجه اسمها بنتعرف على الاليمنتس بتاعت الريبورت. الريبورت مثلا بيتكون من مجموعه من التشارتات، مجموعه من
التايتلز، مجموعه من المساحات، وكانت بتعمل ديزاين بالظبط فرونت اند لاي ابلكيشن او اي ويب سايت. بتعمل ديزاين اصلا لشكل الريبورت بتاعك تطلع عامل ازاي، ايه المناطق اللي هتفوكس على المعلومه، ايه المناطق اللي فيها حاجه جنرال، المنطقه اللي انت محتاج الناس فيها تكونتريبيوت، المنطقه اللي فيها فلترز، المنطقه اللي فيها سلايسرز. هنتكلم بالتفصيل على المعاني دي، ولكن كل ريبورت هو فيه بيحتوي على مجموعه من الاليمنت، بيتم عمل لها ديزاين عام بحيث اقدر اضع كل اليمنت في مكانه الصحيح. تاني خطوه في مرحله كريتنج الريبورتس حاجه اسمها كاستمايزيشن، وهو ان انت بتكستم بشكل عام. ممكن تقدر تكستم ان انت تكستم فيجوال بايدك، مش مضطر ان انت تتعامل مع الفيجوالز الحاليه الموجوده داخل باور بي اي، لكن انت عندك الاوبشن ان انت تبدا تكريت فيجوال باستخدام بعض اللغات زي بايثون او ار او غيره. طبعا ده ليفل متقدم جدا مش هنتكلم فيه في الكورس، لكن هو من ضمن الاوبشنز المتاحه ان انت تقدر تخلق فيجوال تخيلي، انت تقدر تخلقه وتخلق البارامترز بتاعته والكريتيريا بتاعته، يكون بحيث ان هو يستهدف معنى معين مش متاح ان انا اقدر اقدمه من خلال الستاندرد فيجوالز. ثالث خطوه وهي الببليكيشن، او معنى اصح ازاي بعد ما كريت الريبورت بتاعي ازاي اقدر اخلي البيزنس يوزر ينتراكت مع الريبورت بتاعي، عن طريق ان انا بعمل ببلش او ببلش الريبورت بتاعي من الديسكتوب بتاعي، بعمل له ببلش للسيرفيس كلاود اللي هنتكلم فيها ان شاء الله برضه في الادفانسد ليفل. ازاي اقدر ابلش ريبورت من الديسكتوب اللي انا شغال عليه بايدي الى انه يكون اونلاين على السيرفيس او على الكلاود. وده بالنسبه لنا بشكل عام هي الخطوات الرئيسيه اللي احنا بنعملها داخل اي بي اي بروجكت، وبالتفصيل داخل شغل داخل باور بي اي. وهم التسعه ستيبس دول هنبدا نتعاملهم مره بشكل بسيط جدا، مره بشكل معقد قليلا، وهكذا لحد ما نوصل لإحنا نبدا ان احنا نتعامل مع الستيبس دي باريحيه وبسهوله. لكن اي ريبورت او اي مخرج هيتم اخراجه هو هيمر بتسع مراحل دول، وهنبدا ان شاء الله خلال الكورس نتعامل مع كل مرحله من دي بالتفصيل، ونعرف ايه هي الليفل البسيط اللي فيها، ايه الليفل المتوسط، الليفل المتقدم، علشان نقدر ان احنا نتعامل مع الخطوات دي بسهوله وبسيطه. طيب بس هنت بسيط، يعني كل مربع من دول هو بيقابلوا مجموعه من الفيتشرز اللي باور بي اي بيقدمها. يعني دي مش مجرد خطوات عمل على السيستم، لا هو خطوات عمل ومعاها فيتشرز معينه وبرودكتس معينه داخل باور بي اي بتقوم من خلالها بتنفيذ هذه العمليات.